بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا بناخد ربع ساعة كل مرة في فضيلة وكيف نغرسها في الأطفال، سلسلة سميناها غرس الفضائل. كلكم بتقوموا بدور تربوي، أمهات وأبهات وجدود وجدات وخدام، فلينا دور تربية كبير، والتربية هي أساس الوصول لكنيسة قوية. التربية المسيحية هي اللي تطلع قديسين أكتر من أي حاجة تانية. وفي عيوب كبيرة قوي في التربية حاليا بسبب انتشار الميديا أو وسائل الإعلام، وأخطاء فظيعة بتحصل في البيوت وفي مدارس الأحد بسبب غياب مبادئ التربية المسيحية. احنا ماشيين في حروف الأبجدية زي ما في سلاسل قبل كده اشتغلنا عليها، بس بنبصلها من منظور الفضائل. الفضيلة بتاعت النهاردة الفه، هناخد الفرح، ازاي تغرس الفرح في الطفل، ازاي تربي ابنك يعيش فرحان. كلكم لاحظين انه العصبية بتزيد، الكآبة بتزيد، الناس نفسها قصير، العيال الصغيرة مش سعيدة زي ما كانت طبيعة الأطفال سعادة. والحقيقة عشان احنا بنلف في أفريقيا والبلاد الفقيرة دي، لقينا ان العيال الفقيرة قوي فرحهم اكتر من العيال الغنية، ان الادوات والتسهيلات، الطفل اللي بيلاقي لعب غالية والكترونيات وحاجات زي كده عصبي ومش مبسوط بقدر الطفل اللي بيلعب في التراب واللي بيلعب في الزرع واللي بيجري في الطبيعة وحافي، يعني فرحته اكبر. طبعا مش بقول بشكل عام، بس يعني بدي ملاحظة ان الفرح مش مرتبط خالص انك تجيب لعبة غالية او انك انت يعني تعيش عيالك عيشة مرفهة، ملهاش علاقة بفضيلة الفرح. ازاي نغرس الفرح؟ الفرح وصية وفضيلة. الكتاب بيقول افرحوا، واقول ايضا افرحوا، وثمر الروح فرح. يعني الانسان الروحاني فرحان ببساطة كده اغلب الوقت، مش هنقول على طول لانه طول ما احنا على الارض في مجال للحزن، طوبى للحزان الان يتعزون، وفي ضغط، وبالذات اللي بيخدموا كتير وكده بيدخلوا في ضيقات زي الوعظة بتاعت الأسبوع اللي فات. إنما ده ما بيلغيش إنه أنت بتقدر تعيش فرحان مع ربنا وفرحان بإنك باصص للسماء. كل مرة بحفظكم لغاية ما زهقتوا إنه أي فضيلة هتتغرس في التربية عن طريق ثلاث حاجات، مش كده؟ القدوة والحوار ثم التأديب. ودايما نقول التأديب ده بنركنه قوي لأنه ممكن ما نحتاجوش. لو نجحنا في القدوة وفي الصداقة مع عيالنا غالبا مش هنلجأ للتأديب إلا فيما ندر. القدوة بالبلدي، عاوز تخلي عيالك فرحانين، من فضلك خليك إيه؟ فرحان. هي مش محتاجة فلسفة. الكاهن الفرحان شعبه فرحان، والخادم الفرحان عياله فرحانة، والأب الفرحان عياله فرحانة، والأم الفرحانة عيالها فرحانة. موضوع بسيط. طيب لما يكونوا الكبار أغلب وشهم مكشر والنكد طبعهم، هيطلع جيل يعني ربنا ما يورينا بقى. إذا احنا مسؤولين ببساطة عن نقل الفرح، لأن الفرح ده بيتقري على فكرة. يعني الطفل يحس بأمه لو قلقانة ولا فرحان، يحس بيها يقوله من سن شهور، يعني قبل ما يتكلم يبقى عنده إحساس داخلي إن البيت ده فيه نكد ولا البيت ده فيه بهجة. البيت اللي فيه سلام وبهجة الطفل يطلع نفسيته حلوة من غير مجهود خالص، لأنه ما فيش زعيق كتير، ما فيش صوت عالي، الناس بتضحك قدامه، الناس وشها مريح. ما هو الفرح له علامات، ما هو الفرح ده مش في القلب بس. يقول القلب الفرحان يجعل الوجه طليقا، يعني الوش بيبين الفرحة اللي جوه، وطبيعي العكس طبعا، القلب الكئيب يخلي الوش كئيب. فاللي عاوز يطلع عياله فرحانين أرجوكم اهتموا بوصية الفرح، لأن إيه اللي بيطير الفرح النهاردة؟ اللي بيطير الفرح المشغوليات الزيادة، الهري بتاع الأمهات والأبهات، الموبايل الزيادة، التفكير في الفلوس بزيادة، الخلافات الزوجية، الخلافات مع الناس عموما، كل ده بيطير الفرح. اللي بيدفع الثمن ابنك
اللي عمال يتفرج ويلقط ويعبي جواه الخوف والكآبة والغضب من غير ما تحس، عمال يعبي ده كله، فتشوفه بعد 20 سنة ملخبط مش سعيد، مش عارف يعيش سعيد. في ناس مش عارفة تعيش سعيدة، عندها كل حاجة بس مش عارف يفرح. مرة سألت شاب كده، قلت له حبيبي هو ايه اللي يفرحك؟ قال لي صدقني ولا حاجة، مفيش حاجة. قلت له ازاي يعني؟ انت تعليم اعلى تعليم وزوجة ما حصلتش واهل ناس طيبين. قال لي لا استنى، الاهل هم السبب. طول عمرهم يطلبوني ان انا اكون 10 من 10، فعندي احساس بذنب طول الوقت مخليني مش عارف افرح بولا حاجة. دايما ماسكين لي يعني الكرباج، لو ما عملتش كل الصح يبقى انا وحش. فانا نظرتي عن نفسي ان انا وحش وهفضل وحش وما فيش اي حاجه بعملها كويس. قلت له ده انت كل اللي بتعمله كويس. قال لي مهما قلت اللي حطوه فيا صوته اعلى من صوتك، لانه قعدت اكتر من 20 سنة يتقال لي صح غلط غلط غلط، ناقص ناقص ناقص، مقصر مقصر. خلاص. قال لي ده انا قالي علم نفس عشان اعالج نفسي ومش عارف اعالج نفسي، مش عارف افرح. شوفوا لما شاب يقول مش عارف افرح ليه؟ لانه هو طفل ما تبرمكش صح، ما تبرمكش يضحك من قلبه، بقى يخاف يضحك من قلبه. ليه؟ عشان المذاكرة ما خلصتش. يا سيدي المذاكرة دي عمرها ما هتخلص. طيب، فاحيانا في تربيتنا احنا ما بنقدمش القدوة الجميلة. خلي بالكوا كمان، الفرح في الفكر المسيحي لازق في فضيلة الحب، ما بتعرفش تفصلهم عن بعض. الفرح والحب لازقين في بعض. اللي يحب صح يعرف يفرح. فأي قلة حب معناها دايما نكد. فكروا كده، لو خصام بين أخ وأخوه، لو خصام بين زوجين، لو خصام بين زملاء، خلاص هتفرح إزاي؟ إذا عاوز تبقى فرحان وتوصل فرحك لعيالك، حب الناس كلها، ما تسيبش زعل بينك وبين أي حد. تعال على نفسك، ابلع غلط الناس، كبر دماغك، وسع مخك شوية، فوت، شجع، ابتسم، طبطب، كبر. يعني في حاجات كتيرة لو عملتها هتلاقي نفسك بتحب الناس وفرحان. لكن تقف على الكلمة وتزعل وتتقمص وتفضل طول الوقت تشاور للناس على غلطهم، وأبو لمس كل شوية مزعلة، اللي بيدفعوا الثمن مش حضرتك بس، عيالك هياخدوا كل الوحاشة دي، وما تعرفش بقى هيعرفوا يفرحوا تاني ولا لا. ساعات نلاحظها في الطفل. الطفل في بعض الأطفال كده من سن حضانة تلاقي طفل بطبيعته سعيد، أي حاجة ترضيه، ويعيط قليل، يزن قليل. وفي طفل بيزن تقريبا 3/4 الوقت. صدقوني احنا بنشخص على طول لما تلاقي طفل بيزن كده عمال على بطال، بيته اكيد فيه مشكلة. هو ما اتولدش عشان يزن يعني. الطبيعي للطفل انه يضحك ويفرفش ويلعب ويهيص، انما عشان يزن على طول كده ويفضلوا يضربوه عشان يسكت مثلا او يزعقوا له، كل ده غلط. الطبيعي انه يضحك ويفرح، واحنا مسؤولين ان احنا نفرح عيالنا. كنت في بلد من البلاد واتفرجت على اطفال حافظين قبطي وعربي وانجليزي بنفس الدرجة، وبيقولوا تراتيل وتسبحة وهم كلهم اصغر من 10 سنين. صدقوني احسن من شمامسة الدنيا كلها، وفي بلد اجنبية. والعيال فرحانة قوي ولاقية نفسها، وطول النهار في الكنيسة وسعيدة وما تأثرتش بجو العالم الغربي. ليه؟ التربية صح. آباء وأمهات مركزين، وخدام وخادمات مركزين، فمطلعين العيال سعدة. وإيه؟ حافظين تسبيحة إحنا ما نعرفهاش. راحوا قالوا للأنبا رفائيل، بيقول لهم سمعوني لحن. قالوا له تحب تسمع إيه؟ قال لهم أي حاجة. قالوا له لأ اختار. قال لهم حافظين إيه في الجمعة العظيمة؟ قالوا له تحب تسمع إيه؟ الله الله، تحب بيكس رونوس ولا كبرتو بقى مذهول؟ انتوا عيال تعرفوا الحاجات دي؟ هم اللي في مصر مش عارفين يتعلموها ليه؟ يبقى الحكايه مرتبطه بوعي الخادم ووعي الاب والام ووعي الناس الموجوده. احنا نقدر نطلع عيال قديسين، بس القدوه فين؟ هل احنا فرحانين؟ هل احنا شبعانين بربنا؟ هل احنا بنعرف نحب الناس بجد؟ ولا احنا خلاص بقينا نسخه من الدنيا
تلطش فينا ونلطش فيها، وبنزعل على الفلوس وبنزعل على من المشاكل، وطول الوقت ايه متكهربين ومتقدرين. طب والعيال كمان؟ اللعب مع الاطفال مبهج، في اطفال اتحرموا من اللعب بسبب المذاكره الزياده. طبعا هي يعني مش هبصيكم واقول لكم ما تخلوش عيالكم تذاكروا، مش ناقص، انما اقصد ساعات يكون الشده الزياده في المذاكره بتضيع بهجه السنوات الاولى من العمر. الطفل الطبيعي مش مفروض يقعد على المكتب 3 4 ساعات ورا بعض. طفل طبيعي لازم يتحرك ولازم يلعب مع اصحابه واخواته ولازم يضحك، في حاجات طبيعية كده. الحاجات دي لما بيتحرم منها بيفضل جواه قلق مكبوت طول العمر ومش عارف يفرح بحاجة. كمان الفرح، أنا بقول كله ده على القدوة لسه، لما يكونوا الكبار عارفين يعبروا عن الفرح بشكر. الشكر الكتير هو التعبير الأول عن الفرح الروحي. أمسرور أحد فليسبح فليرتل، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع. فاللي فرحان بيشكر، فلما الطفل يطلع شايف مامته دايما بتقول اشكرك يا رب، الحمد لله، كله حلو، بركة ربنا، نعمة ربنا، الطفل لازم يطلع سعيد. انما طفل طالع في بيت امه ولا بابا طول الوقت عمال يقول يوه ويدعي ويشتم ويلخبط هيطلع فرحان ازاي؟ ما سمعش نغمات الفرح في كلمات شكر بسيطة. من القدوة كمان أحبائي، القدوة في الفرح، إن احنا نميز بين الفرح الروحي والفرح العالمي. يعني في فرح العطاء مثلا، ده مش فرح عالمي، ده فرح روحي. بهجة إنك أنت تقسم اللقمة مع واحد غلبان. الطفل لو دقها من صغره يطلع طول عمره يتلذذ بهذا النوع من الفرح، يطلع كريم ويطلع سخي، لأنه شاف إزاي بيته فرحان قوي ان هم بيطلعوا العشور واكتر، وبيطلعوا اللبس الزياده والاكل الزياده، وبيدوب كرامه للي ما عندوش، وبيجدوا فرحه في العمل ده، مغبوط هو العطاء. طبعا ده كله يخلي الطفل عاوز يوزع وعاوز يدي، وهو بيدي فرحان، يبقى انا غرست فيه فرح سليم، وربنا هيدي له كتير عشان يدي للي بعدي. تاني حاجه تيجي بقى الحوار. الحوار يعني ايه؟ صداقة الأطفال، كبير يصاحب الصغير ويقنعه ازاي يفرح، ازاي يفرح لما يصلي، ازاي يفرح لما يشكر، ازاي يفرح لما يدي، ازاي يفرح لما يسامح، ازاي يفرح في أقل ظروف وأسوأ ظروف، ما يسيبش حاجة تضايقه. ممكن الدنيا ما تمشيش زي ما هو عاوزها تمشي، بس ده مش معناه انه يتضايق، وعادي ممكن ننبسط برضه. منساش زمان وانا في مدارس الاحد طلع معايا ايه، كنا بنطلع فرق كده صغيره 12 شاب يعني، ومعاهم الخادم بتاعهم وكده، وبعدين الاوتوبيس عطل. انا منساش انه سته قلبوها غم وسته كانوا واخدينها ضحك في نفس الموقف ونفس الظروف. في ناس قلبت غم، طبعا ما كانش في موبايلات بقى ولا كلام زي كده، واللي بكى وهم عيال 12 سنة يا عم يصحش يعيطوا يعني، ما الأستاذ معاهم، وخرب الدنيا، واللي زعق وقال انتوا مش عاملين الرحلة مظبوط ومش جايبين أتوبيس كويس، واللي واخدينها بقى ضحك وفرفشة، واتنين تلاتة قالوا طب ما نصلي يا أستاذ. قعدت أتفرج، صدقوني أنا قريت 12 بيت، قدرت أتخيل 12 بيت مطلعين 12 عينة مختلفة. العينة اللي لجأت للصلاة على طول، والعينة اللي واخدها بضحك وما فيش حاجة بتضايقها، والعينة النكدية اللي هي ايه ما تصدق تلاقي مشكلة نعيط عليها، والعينة اللي هي دايما تنقد ودايما تشاور على التقصير ودايما تطلع متهم من اي حاجة. هما نتاج بيوت، احنا بنحاول نصلح اللي عملته البيوت، لكن كمان بنتفرج على البيوت الحلوة اللي بتطلع عيال حلوة. المهم يعني الاتوبيس اتصلح ووصلنا نشكر الله يعني، لكن كانت واضحة قوي رد فعلهم انه ده كل ده تربية في الاول وفي الاخر. اذا الحوار لما احكي له عن يعني ايه بولس كان فرحان وهو في السجن، لما احكي له ان دانيال ما كانش خايف حتى من جب الاسود وقلبها تسبحة، لما احكي له ان ربنا نفسه فرحان بالطبيعة، تعالى نطلع للطبيعة ونفرح، الوردة تفرح والعصفورة تفرح
واللعبة تفرح والأكلة تفرح. أعلمه يعني إيه يشكر على أي لقمة، لأن في ناس تانية مش لاقية اللقمة دي، مش لازم نوع الأكل يعني، لو ما لقيناش أكل ولو ما لقيناش تكييف، طب ويعني الحر، الشمس كويسة برضه، في ناس مش لاقية الشمس. محاولة إن أنا أتحاور لغاية ما أقنعه إن الفرح ده قرارك، عاوز تفرح هتفرح وعاوز تتنكت هتتنكت، رد فعلك ده اختيارك انت اللي بتحدده، الظروف بتيجي على الكل، ما طبيعي الدنيا طالعه ونازله يعني على كل الناس، لكن رد فعلك انت اللي بتحدده. اخر حاجه يجي التاديب بقى. التاديب هنا موضوع حساس. ليه؟ مش همسك الطفل اادبه عشان مش عارف يفرح، ما هو برضو ايه هضايقه عشان متضايق، ما هو كده عقدناها قوي. فالتاديب هنا ساعات يبقى نوع من التجاهل، يعني لو عمل زعملان واتقمص زيادة سيبه بقى، اركنه. ليه؟ خليه يعرف ان الطريقة دي مش هي اللي هتصلح الدنيا. يتقمص ويزعل كده عشان الناس كلها تعمل له رغباته، ويبقى ده سلاحه في انه يمشي الدنيا على مزاجه، القمص والزعل. لا لا، ازعل براحتك بقى، احنا هنضحك وهننبسط، خليك انت زعلان. فبعد شوية يلاقي نفسه طريقته خيبانة ومش نافعة، فيقول لا عاوز أضحك معاكم، عاوز أصلي معاكم، عاوز ألعب معاكم، عاوز أفرح معاكم. فيفهم إنه إيه، إما كنتش هتفرح أنت اللي هتدفع التمن، إحنا مش هنقعد إيه نعيط جنبك، ما عندناش الأسلوب ده، إحنا عاوزين دايما نستمتع بحياتنا، لأن ربنا خلق كل شيء للتمتع. طالما مفيش خطية يبقى كل حاجة في حياتنا ممكن تبقى ممتعة. أراجع معاكم، الفرح فضيلة قد تغرس في الطفل من بدري. الطفل ممكن نعلمه يفرح، وساعتها احنا ادينا له هدية للعمر كله، انه ما يسيبش الظروف تنزع فرحه منه. فرح يجي بالقدوة، القدوة انك انت تبقى فرحان بربنا، ويجي بالتعليم والحوار والصداقة، ويجي اخيرا بالتأديب، بمعنى انك تتجاهله لو قلب لسلاح النكد ما تتعاملش معاه وتنشه لغاية ما ايه يرجع تاني يمشي صح.